هدول الله أعطانا ياهون والله أخذوا. انتهى العرض ونزلت الضربة وصابوا الشهداء. شيء كان شيء منظر عن جد مرعب وكان منظر بيخوف كتير. وما قدروا علينا بالساحات، اجوا لمصنع مكان مصنع الرجال. شهداء شهداء الوطن، شهداء الأرض. الله يعطيك العافية جميعا وشكرا لكم. ونحن منقلكن هدول الله أعطانا ياهون والله أخذوا. حسبي الله ونعم الوكيل، ما فينا نقول غير هيك. هنا كنا مشاركين بتنفيذ عرض بالساحة، انتهى العرض ونزلت الضربة وصابوا الشهداء. خلص العرض، بعد انتهاء العرض بخمس ثواني أو عشر ثواني طلعت العالم، نزلت العالم تسلم على أهالية وتبارك للمتخرجين. فجأة العالم فجأة نزل الضربة عند المنصة الرئيسية وغير عم بيمع الشهداء من زملائي والحمد لله. الله يرحمون ويشفي جميع الجرحى. الله يرحمون وبتمنى مبروك الشهادة إلين الله ينصرنا على أعدائنا وما راح نسكت عن حقنا، نحن وراها وراها وبنجي ناخذ حقنا. شيء كان شيء منظر عن جد مرعب وكان منظر بخوف كتير يعني. نحن ما كنا موجودين بس على الصوت اللي صار رحنا كلياتنا على الساحة وصرنا نشيل بهالجساس وبالشهداء ونحط بالسيارات وجينا على المشافي وتبرعنا بالدم. الله يرحم جميع الشهداء. نحن بنقدم شهداء من اليوم من القديم الى يوم الدين. وما قدروا علينا بالساحات، اجوا لمصنع مكان مصنع الرجال بالكليه الحربيه مصنع الابطال. مهما فعلوا لن ينالوا منا.